باقي خاصها ما تبقاش غير خاص الناس يشوفوها. والحمد لله منين جيتوا معنا المنطقه ديالنا ممثله باحسن تمثيل، كانت واحد التغطيه اعلاميه مهمه جدا للقنوات كاملين، لا ان دوزيام ميديا ان، الصحافه كذلك ديالكم، وهذه الحمد لله جينا انتم شفتوا رواق لي حيوي وعامر دائما بالناس. والجهه ديالنا بغينا ولا كرهنا راه جهه لي اكبر جهه في القطاع الفلاحي، هي الجهه اللي كتمثل تقريبا 15.8 من الناتج الفلاحي الخام الوطني. الاهم المميزات راك شفتوا صحاب تبارك الله الشمنظر، وصلنا نتائج مهمه، الحبوب، الحليب، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، التعاونيات، الجمعيات، فهذا هو الاطار فاش والرواق دار في اطار ديال مع شراكه مع الجهه، مع الغرفه الفلاحيه ومع المديريه الجهويه. وعلى الرواق هذا تقريبا ضمن الزيارات ديال 10,000 ديال لي زانفيتاسيون اللي في الرواق، كاين اللي جبناهم حنايا، كاين اللي جاوا بوحدهم، كاين اللي جاوا في الغرفه، كاين اللي جاوا في الجهه، مي فرقنا في الجهه ديالنا 10,000 دعوه. والحمد لله الناس الى حد الان هاد اليومين هادي كانت يومين غير المهنيين، وغدا غادي يتحل البوبليك واحد الاقبال. الدول اللي مشاركه تقريبا 66 دوله، 2000 عارض، راه تبارك الله ولاد من بين واحد خمسه ديال المعارض على الصعيد العالمي معروف. وانتم شفتوا التنظيم كي داير، شفتوا النظافه، شفتوا لا سيكوريتي، شفتوا هذه. وموازاه مع المعرض كاين ندوات، ثلاثه اربعه ندوات في اليوم حول عده مواضيع. فهذا هو زعما اللي بغيتكم انا تعرفوا. مره اخرى كنرحب بكم وكنتمنى لكم باش تدوزوا هذه الليله معنا مزيان بحوار على خير. شنو الجديد اللي جابت به منطقه بكاله المعرض؟ الجديد هي المؤهلات. حنايا كنديروا المعرض استقبلنا عده مستثمرين، كنقول لهم بان منطقتنا فيها كل شيء، المنطقه الوحيده اللي فيها كل شيء. دابا كاينه منطقه مثلا هذه اللي قدامنا عندهم لي فروي روج، عندهم الفريز، عندهم كذا، هادو عندهم الحوامل. حنا عندنا اللي بغيت، عندنا الزيتون، عندنا اللحم، عندنا الحليب، عندنا الشمندر، عندنا الحبوب، عندنا الغابة، عندنا الخضروات. فالخاصية المهمة هذا العام درنا الاستثمار، والبارح درنا مشاورات على القطاع ديال الحليب، القطاع ديال الحبوب، ديال الزيتون، باش يجيو ربما مستثمرين يستثمروا في البلاد. حيت كتعرفوا الاستثمار كيبقى هو الأساس ديال التنمية الفلاحية ولا الاقتصادية في المنطقة. لا هذا التنظيم ديالو ما ساهلش، ما ساهلش زعما حنا تمنينا، لا حنا اللي دايرين تما وهي دايرين معارض جهويه. يمكن راه حضرتوا المعرض ديال السردي، دابا حنا كنهيئوا واحد المعرض ديال العنب في بكاله في سيدي بنور، وغنديروا واحد اخر ديال العنب في سليمان، كنهيئوا واحد المعرض في المحمديه ديال المنتوجات المحليه ديال الجديده ديال الخضروات. فكل اقليم دبر رشيد غنديروا في اكتوبر في الحبوب، فكل معرض جهوي كيلعب دور مهم. العام اللي فات اللي درنا حنا المعرض ديال، شنو العام اللي فات الشهر اللي فات اللي درنا ديال السطات، راه عرفتي كان واحد الصدى كبير جدا. باسكو المعارض زعما ما يمكناش نديروا قد هذا. الحمد لله حيت السنه، شوف السنه منذ بدايه الموسم والامطار يمكن كانت واحد يومين ديال الحراره، ولكن ما اثرتش اكثر حيت الارض كانت شبعانه. والحبوب في الاخير ديال الموسم هي كتحتاج ملي كتجي الشتاء، راه من الاحسن، ولكن ملي ما كتجيش الشتاء داك الشيء اللي في الارض كتمصو باش تكمل به. المنطقه ديالنا غتمثل واحد الرقم تقريبا 25% من هذا الانتاج الوطني، حيت حنا راه عندنا 900,000 هكتار، راه داك الشيء باش قلت لك بكاله تبارك الله كل شيء عندها كبير. دونك راه منتوج جد مهم. شنو الجديد في الصوره؟ المعرض هي هادشي ديال التكنولوجيا الحديثة. دابا الأمور هي هاد العاملة كتنقص، دابا خاص الناس باش سميتو المكنانة كانت من بين النقط الأساسية في المعرض.